دراري السلام عليكم بنات صباح عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم معكم لطفي بن سعيد في فيديو جديد في رياكسيون جديده. اليوم غنديروا رياكسيون على التراك ديال منال بيكا، تراك اللي سميتو انشا انشا ونشي باش ما يبقاش فيكم الحال. المهم التراك هذا لاح التريلر ديالو لاحتو منال وشفناه كاملين وشي حاجه اللي تكون توب توب ديال بصح. دابا التراك تلاح كامل غندخلو نديرو عليه واحد الرياكسيون خفيفه ظريفه. اللي كنتي اول مره كتشوف هاد لا فيديو ما عليك تحط ديك البوطون الحمراء تكليك عليها، فعل الجرس باش يوصلك انت الاول الفيديو، ولا بتولي من العشرين ديالنا دوز الانستغرام تلقاه في ديسكريبسيون. وهذا هو البلان، ما نطولش لكم اخوتي الكلام وهادشي اللي كاين. التراك غيكون واعر، منال كتخدم خدمه بروفيسيونيل بيغ اب ليها. يمكن قالوا لي راه متلاش هي والزوج ديالها، انا مازال ما شفتش التراك. نتمنى يكون شي كليب واعر وانا طايق فيها كتحط شي كليبات واعرين وكتخدم بروفيسيونيل، هادشي باش كتمتاز منال وان شاء الله نتمنوا لها العالميه ونتمنوا لها حياه زوينه في المسيره الفنيه والزوجيه. وهذا هو البلان، وكنتمنى لكم حتى نتوما حاجه زوينه في حياتكم. وشكرا لكم بزاف على السيبور ديالكم، شكرا لاي واحد كيخلي كومونتير واعر، اي واحد كيدخل عندي انستغرام وكيخلي ميساج واعر. تحياتي كبيره لكم مع خوكم لطفي بن سعيد اللحية جينج. وان شاء الله غندير واحد الجروب في الفيسبوك اللي غادي يجمعنا كاملين الخوش ونبقاو نهضروا مع بعضياتنا ان شاء الله، ويكثر شويه التفاعل. وان شاء الله بغينا نوصلوا 30 كا في اليوتيوب و10 كا في الانستغرام. هادشي نتوما اللي غديروه هنا لي غير لي فيديو، خاص غير شويه سيبورت. وهذا هو البلان. نتمنى الا كنتي مازال ما درتيش ابوني هبط دير ديك ابوني وفعل الجرس ديالك. تحياتي 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 لكم كاملين الخوش، بيغ اب لكم. وهذا هو البلان، غندخلوا دابا نمسكوا التراك. البلان بادي بلامور، كنشوفو هنا منال كتبوس واحد الليل، واحد الليل ديال واحد خونا اللي راكب معاها بطبيعة الحال، يكون صاحبها راجلها، معرفناش في التراك شنو واقع. هاد لي بلون لي مخودين مخودين تقريبا، كيبان لي نفس لانسبيراسيون من واحد الفيلم ديال روشان ممثل اللي هندي. وعند الممثلة مكسيكان اللي سميتها باربارا موري تقريبا تيبان ليا بحال موم لي بلون بحال داك الفيلم، جاني في بالي انا ولا جات شي واحد شي حاجه في بالو واش هادشي مخوض من داك الفيلم ولا لا، الله اعلم. المهم هاد لي بلون ديجا شايفو ليلى بحالهم حق الله. هاد لي بلون بالدرون حتى ديك الطوموبيل ديكابوطابل، وهي اللي سايقه باربارا موري اللي تقريبا كيبان ليا انسبيريا من داك الفيلم. نهار الاول اللي تلاقينا قلبي ديتيه ومشينا في طريق جديد علينا. والله العظيم الا بحال كنتفرج داك الفيلم هندي بالله. ايدي في ديك من ديما يوم توانا ولينا واعر 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 واحد ولينا انا بغيت تبين لينا بان هو داك خونا الاكس ديالها هو اللي كيحس بها هو اللي قريب ليها هو اللي كيعرف شنو ضارها وشنو اللي ما ضارهاش، وكاين بيناتهم فيلينغ. المهم استوار كتبان من البدايه ديالها استوار دامور. نكملوا نكملوا البلان مره مره غنحبس لكم لان هو الكوبي رايت الخوش داير لينا فيلم. قالوا لي هذا هو الراجل ديالها، ما عمرني شفته وانا بالرجوله، ما متبعش في الانستغرام، ما متبعش كاع منال بيكا في الانستغرام. مي ندير لها فولو ان شاء الله في الانستغرام وغادي نشوف البلانات ديالها. انا كتخدم بروفيسيونيل وعندها بيبليك كبير وهذا هو البلان. عجبني واحد القضيه الانسري، فهمتيني انسري كتحس به زوين، فهمتيني شي حاجه ديال الحب اللي كيبغي اي واحد، وهي مع واحد الشخص
اللي اختاروا قلبها وهو باغاه وهي باغاه وعايشين واحد لا فيدا زوينه بلا نوار، واي واحد كيبغي يعيش هاد السيتياسيون، لانه قليل فين كتلقى شي واحد اللي باغيك وكيحسك كيحس بيك وكاين بيناتكم فيلينغ، لانه ولا ما كانش فيلينغ ما كاين والو. بحالي بحالكم اخوش الناس اللي كيخلي كومونتيرات زوينين كيكون بيني وبينهم فيلينغ واعر واعر بزاف، شنو نبغيهم كيف ما تيبغوني انا. اصلا بزاف ديال الناس فاش كيشوفوا شي جوج مع بعضياتهم، شي جوج كيتفاهموا بعضياتهم، كيحاولوا ما امكن الهيترز المحساده يبغوا يفرقوهم، لانهم كيشوفوا داك الكوبل واعر واعر بزاف ما كيبغوش يزيد لقدام. ما عرفتش علاش، هنا كيبقى السؤال مطروح، تقدروا تجاوبونا في لي كومونتير علاش كيديروا بحال هكا بعض الاشخاص، كيبغوا يفرقوا واحد الجوج تيكونوا مفاهمين، كتجي انت ولا انت كتبغوا تفرقوهم، كيبقى السؤال مطروح علاش، الله اعلم. كيبان مقيوس مضروب والله الا فهمتيني. انا كنتفرج دابا في الفيديو كليب كيجيني بحال جاب لي الله، بحال كنتفرج في باربارا موري وهريتي كروشان في واحد الفيلم اللي نسيت عليه، نسى عليه السميه ديالو، ما بقيتش عاقل عليه بالضبط. كيعلم كيفاش تديري هذا هو البلان. مشاو يسرقوا هو وياها والحبيبه ديالو، مي العمليه ما مشاتش بخير، هي خدات المسائل ولكن هو تقاس بالقرطاس، شي حاجه اللي صعيبه بزاف يكون معك واحد الشخص اللي تبغيه واحد الشخص اللي فهمتيني بني احلام ديالك معاه، تتقاس قدامك كتشوفو بيكون واحد الاحساس اللي قاسي ديال بصح، صراحه صعيبه بزاف. و او ميم طون هاد اللقشه ديجا شايفها، هاد اللقشه ديجا مفرج فيها بحالها تقريبا، تقدر تكون صدفه، تقدر تكون لانسبيراسيون، تقدر تكون بزاف د اللعيبه، المهم هادشي عندي في بالي. بعد القضيه لك الرجل هذا تبارك الله عليك، عرف يمثل، المهم بيك اب الى شاد الرياكسيون، بيك اب لك الساط راه كاين، ومانا البكاره غنيه على التعريف. الرفران وار 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 بزاف نساونا كتبكي مني يا شام الفيلينغ. يا سلام يا سلام، وصلنا للنهاية ديال هاد التراك هذا اللي واعر بزاف، اللي عشنا فيه واحد ليستوار ما بين واحد لي كوبل اللي كيموت ولا بديهم، واحد لي كوبل اللي مشاو لواحد البلاصة باش يسرقوها، مي مكملاتش العملية، تقاس الولد، البنت بقى فيها الحال، بداش كتبكي وكذا وقاسات معاها ومشاش، يقدر يكون توفى في الاخر ديال الكليب في واحد البلاصة اللي خاوية بلاصة الطونوبيل، ما يبقاش معاه، يقدر يكون توفى. المهم استوار واعره 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 بزاف، عجبني عجبني الكليب، عجبني الانستري، عجبني ليريكس، صراحه واعره واعره. واللي بغيت نقول هو انسان فاش تيكون واحد جوج ملي فاهم بعضياتهم كيحاولوا واحد الناس اللي يخاصموهم واللي كيف كاع يفرتكوا الشمل ديالهم، ما عرفتش علاش هادشي واقع عندنا في البلاد ديال بصح، وهذا ما بلانش. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الرياكسيون ديالي، نتمنى ان شاء الله كاع اللي دخل هذا الفيديو هذا ما يبخلش علينا بديك الضغطه الضغطه ولا يعفر على ديك البوطون الحمراء
وفعل الجرس باش يطلع لك دائما انت الاول الفيديو، وتسيبورتينا ان شاء الله. والهدف ديالنا ان شاء الله هو نوصلوا 100 كا، ودوزوا عندي انستغرام نوصلوا ل 10 كا.